تكلمنا عن إبراهيم العرجاني وعن محمود عبد الفتاح السيسي صاحبه. أعتقد الدور جه على رئيس الحشاشين سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي اللي بيبدأ عهده الجديد أو الولاية الثالثة بعد حفل التنصيب في الجمهورية الجديدة من العاصمة الإدارية الجديدة بفضيحة جديدة لكنها فضيحة دولية. عايز أتوقف هنا الحقيقة الأول وأوجه التحية للزملاء الصحفيين اللي معرفش هم مين ولا أعرف أسمائهم اللي شغالين في المنصة المحترمة صحيح مصر على الشغل الهائل اللي هم عملوه واللي هعرضه لحضراتكم بعد شوية فيما يتعلق بجائزة غريبة جدا اسمها جائزة بطل السلام. صحينا من كام يوم على الإعلام المصري كله بيتكلم أنه الرئيس السيسي الرئيس البطل الرئيس العظيم حصل على جائزة بطل السلام من حاجة اسمها برلمان البحر المتوسط. فاحنا اتخضينا بقى فقلنا طب كويس يا جماعة والله طب دي جائزة حلوة، قالوا لنا دي حلوة جدا. طب دي جائزة معترف بيها، ده معترف بيها من كل حتة. طب يعني برلمان البحر المتوسط ده حاجة عليها القيمة، ده عليه كل القيم اللي في الدنيا. طب مين اللي أكد الكلام ده؟ حذاء كل الأنظمة أحمد موسى، تعالوا نسمع عليه. بعدين حدث دولي، هذا الحدث الدولي بشرى لينا، وفي البداية أقدم التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش بكرة، لا ده دلوقتي. إيه اللي حصل؟ الرئيس بشهادة 33 دولة اليوم طلع قرار، القرار من برلمان دول البحر المتوسط اللي قدام حضراتكم. قالوا إيه؟ يفتخر برلمان البحر الأبيض المتوسط بإعلان اختيار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حائزا على جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط عام 24 بعنوان بطل السلام. يبقى هنا الجائزة بطل السلام من هو؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بطل السلام لعام 24 من برلمان البحر الأبيض المتوسط. 33 دولة منحوا الرئيس هذه الثقة، 33 دولة بالإجماع منحوا الرئيس أنه هو بطل السلام. 33 دولة منحوا الرئيس بالإجماع جائزة بطل السلام. أستاذ أحمد، أنت عارف أن من 33 دولة اللي منحوا الرئيس بالإجماع منهم إسرائيل؟ طب أنت عارف أن إسرائيل هي أكتر دولة من 33 دولة اللي منحوا الرئيس بالإجماع هي أكتر دولة بتمول الجمعية اللي اسمها الجمعية؟ هو مش برلمان؟ هجيلك كمان شوية، ده في شوية مفاجآت عنب. بس تعالوا نسمع كده راجل كلنا بنثق فيه الحقيقة وبنثق في كلامه، وكان موجود يوم حفل التنصيب الرئيس في الجمهورية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان واقف بينه وبين حنف الجبالي رئيس البرلمان، اسمه ايه؟ محمد أبو العنين. تعالوا نسمع الأستاذ محمد أبو العنين قال ايه مع حذاء كل الأنظمة أحمد موسى عن جائزة ال 33 دولة اللي أدوا الرئيس بالإجماع جائزة بطل السلام. نتابع. هو الحقيقة الرئيس يستحق، لأنه يعني احترام وتقدير العالم كله، ومواقف السيد الرئيس وثقة الزعماء برا في السيد الرئيس، وده دخلنا مصر النهارده في الصدارة. نعم. لأي قرار سياسي في المنطقة. نعم. ولما بيتكلم على قرار سياسي قوي معناه إنه وراء جيش قوي وراء قائد قوي وراء دولة قوية. نعم. ده هو ده الحقيقة الرسالة الحقيقية. لما يجي النهارده برلمان زي ده حاجة تتكلم عنه النهارده 33 دولة قاعدين برلمانات بتقول ده يستحق أفضل جايزة وأرفع وسام لأفضل جايزة عندهم. الجائزة دي فيها قيمة معنوية، فيها قيمة، فيها رسالة ان ده الشريك القوي، ده القائد القوي، ده اللي له مصداقية، ده اللي نقدر نعتمد عليه. مين اللي بيتكلم؟ محمد أبو العنين بيقول ان في 33 دولة منحوا الرئيس الجائزة، وبالتالي دي حاجة عظيمة جدا، صح؟ مش كده؟ حضرتك عارف ان الجمعية بتاعت برلمان البحر المتوسط مين رئيسها الفخري؟ مين؟ اكيد شخص بقى من ال 33 دولة. بس اسمه محمد أبو العنين، ونائب في البرلمان المصري، وبيشتغل بعد الظهر مطبلاتي للسيسي مع احمد موسى على الهواء. يعني محمد ابو العنين هو نفسه رئيس الجمعيه الفخريه؟ والله هو رئيس الجمعيه. طب اقول لك الاكثر، انت عارف ان الجائزه دي اصلا غير مسبوقه، ما حصلتش قبل كده الجائزه دي، اول مره حد ياخدها بجد. والله يعني ما هيش جائزه مثلا موجوده كل سنه وخدها راس، لا خالص. طب اقول لك الاكثر من كده، انت عارف ان الجائزه دي اصلا انت اللي بتقدم ليها؟ يعني ايه؟ يعني مش 33 دوله بالإجماع بيختاروا الرئيس، لا لا خالص، بتيجي الدولة من الدول بتقدم طلب أو منظمة أو فرد. فممكن مثلا عبد الفتاح سيء الذكر يكون قاعد، محمد أبو العنين بعت له أبليكيشن ومحمود أو عباس قعدوا يملوه، عبد الفتاح سعيد خليل السيسي مواليد حارة مش عارف إيه، عمل إيه وسوى إيه، قافل المعبر من شهر كذا، إبراهيم العرجاني كده يعني. بعدين بيقدموا الأبليكيشن لمين؟ للراجل اللي بيمثل الدولة دي في الجمعية بتاعة البرلمان، اللي هو مين عندنا؟ محمد أبو العنين. الله، ده نفسه اللي داخل يعلق مع أحمد موسى، والله نفسه، ده هو رئيس الجمعية الفخري، هو رئيس الجمعية الفخري.
الله ده احنا اسره مع بعضينا، ده انتوا اسره يعني كذا، زي ما كان كريم عبد العزيز بيقول لخالد الصاوي. فاتاري القصه انه فخامه الرئيس قال له بص انت، بص يا محمد انا هبعت لكم الابلكيشن وانتوا ادوني اجازه وانا هتفاجئ، اول ما تعلنوا هنقول ايه وهننط كلنا وهنبسط تمام. وتدخل بعدها مع احمد موسى وهو بيقول 33 دولة ادوا بالاجماع للسيد الرئيس، فانت تدخل تقول ان دي حاجة عظيمة جدا وبتاع، وحنف الجبالي يوم التنصيب بتاعي يديني كده كتف في الموضوع. تعالوا نشوف كده حنف الجبالي قال ايه. من اعصار وفيضانات كل هذه الجهود كانت واقعا مشهودا، نال استحسان المجتمع الدولي، وجاء قرار برلمان البحر الابيض المتوسط باختيار سيادتكم للحصول على جائزة بطل السلام. جاء قرار برلمان البحر الأبيض المتوسط باختيار سيادتكم للحصول على جائزة بطل السلام لعام 2024 تتويجا لجهودكم الفريدة التي بذلتموها سيادتكم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كفاية كذب بقى، كفاية كذب بصوت أحمد حلمي في عسل أسود. ما تيجوا يا جماعة نتعرف مع بعض على المسخرة دي. تعالوا أقدم لكم فضيحة أولى فضائح سيء الذكر في عهده الجديد وولايته الثالثة. تعالوا نشوف مع بعض قد ايه النظام ده نظام مهزأ، نظام تافه، نظام فعلا عرة، عرة الأنظمة الدكتاتورية في التاريخ. لم يأتي نظام عرة بالشكل ده في التاريخ. نظام رئيسه من التفاهة بمكان انه بيقدم على جايزة في برلمان او جمعية وهمية رئيسها واحد من صبيانه عشان يستلمها عشان يوم التنصيب، واحد تاني من صبيانه يقول له مبروك يا فندم والله ده العلم فخور بيك جدا، عزيز المواطن أقدم لك جمعية برلمان البحر الأبيض المتوسط وأكبر مموليها دولة الكيان الإسرائيلي المحتل. الراجل ده زي ما قلنا خد الجايزة والإعلام يعني افتخر بيها قوي. طيب إيه هي الجمعية دي؟ نشوف كده اللي بعده. الجمعية دي يا سيدي في تباين في البيانات اللي طلعت بالعربي وبالإنجليزي عنها كويس؟ بالعربي بيقولوا ان هم برلمان البحر المتوسط طبعا، ما هو محمد ابو العينين، لكن في الانجليزي قالوا ان هم جمعيه برلمان البحر الابيض المتوسط. يعني انت كده وثلاثه اولاد خالتك رحتوا عملتوا جمعيه وكلمتوا كم واحد في كم دوله ضموا عليكم كاعضاء فبقيتوا جمعيه برلمانات او برلمان البحر المتوسط، بتضم ممثلين من برلمانات دول البحر المتوسط بالاضافه لقطر والامارات. عايز اقول لحضرتك ان الجمعية العجيبة دي قراراتها غير ملزمة لاي حد من اعضائها، ملاش اي 30 لازمة، ولا حد بيعتد بيها ولا حد بيقف عنها ولا اي حاجة خالص. طيب العم محمد ابو العينين اللي هو راجل اعمال عضو في برلمان عند السيسي وشغال عنده وبعد الظهر بيطبل له وبيطلع يقف بينه وبين حنف الجبالي في حفلة التنصيب، ايه وظيفته؟ محمد ابو العينين يا عزيزي كان رئيس الجمعية دي. ايه ده؟ كان هو الرئيس؟ اه والله، يعني مش مجتمع دولي ولا حاجه، ده مجتمع محمد ابو العينين وسيراميكا كليوباترا وقناه صدى البلد. اه والله زي ما بقول لك كده. طب جميل قوي، محمد ابو العينين لسه رئيس فخري للجمعيه وهو راجل اعمال وصاحب قناه صدى البلد ونائب برلماني ووكيل البرلمان، وظهر في احتفالات التنصيب بالقرب من السيسي، وكمان شغال في منصبين في الجمعيه دي، داخل بنفرين، نفر هو الرئيس الفخري للجمعيه والنفر الثاني مراقب دائم للجمعيه لدى جامعه الدول العربيه. فاحنا عندنا الحاج محمد ابو العينين وشركاء. عارف انت لما نواب البرلمان، خلاص ارجع لي بس قبل ما نرجع لدور الجمعيه، عارف انت اللي هو واحنا مسافرين مثلا من دمياط للقاهره بنعدي على ميت غمر وكفر شكر ومش عارف ايه، ففي مواسم الانتخابات كده بيبقى في بانر كده كبير قوي بالابيض مكتوب عليه الحاج مش عارف محمد ابو العينين واولاده يهنئون فخامه الرئيس مبارك بعيد ميلاد بنته او بعيد ميلاد جوز بنته، ما كانوش بنات اصلا، عارف اللي هو البانرات اللي هي الهاكس دي وتلاقيها قطع الطريق عليك كده وعيال مقطعينها وبتاع الحج مش عارف مين وشورى. فاحنا هنا الحج محمد ابو العينين واولاده في صدى البلد وسيراميكا كليوباترا بيهنئون فخامه الرئيس السيسي وبما ان الرئيس الشرفي للجمعيه فهنظرفه جايزه بطل السلام، ونطلع الولد احمد موسى في صدى البلد اللي هو شغال عند محمد ابو العينين اللي هو الرئيس الفخري للجمعيه اللي هي هتدي الجايزه لعبد الفتاح السيسي. اسره مع بعضينا، يعني انا ماسك نفسي ان انا ما اقولش الكلمه اللي كريم عبد العزيز قالها بس انتوا اكيد كلكم قلتوها، يعني حاجه فوق الخيال، حاجه فعلا تقزيم وتفاهه وعار وحقاره وقله ادب لا تليق بمصر على الاطلاق يا جماعه، لكن ده اللي احنا عايشينه في حقبه فخامه سيء الذكر. طيب الجمعيه دي بتعمل ايه؟ ها
بيعملوا ايه؟ بيعملوا رز بلبن، بيعملوا حلو وحادق. تعالوا نشوف دور الجمعيه العجيبه دي. البيان التاسيسي للجمعيه العجيبه دي بتقول انها جمعيه مش برلمان. قال لك برلمان من 33 دوله، مفيش اصلا برلمان، هي جمعيه اتاسست سنه 2005 عشان تدور على حلول للتحديات اللي بتواجه المنطقه. فيها ثلاث لجان دائمه بتنعقد سنويا لمناقشه قضايا مكافحه الارهاب ودعم السلام ومشاكل الهجره، بخلاف جلسه عامه بيتكلموا فيها في اي حاجه. تعال بقى للزبد، تعال بقى للماستر سين. اسرائيل يا جماعه ايه علاقتها بالجمعيه المشبوهه دي؟ الجمعيه دي فيها 31 دوله بصوت احمد موسى، من بينها اسرائيل. طبعا احمد موسى ما قالش الكلام ده. أول جلسة انعقدت سنة 2006 في الأردن برئاسة المغرب. ميزانية الجمعية في عام 2019 اللي صحيح مصر، اللي مرة تانية بوجه لهم التحية على الشغل العظيم ده، لقوا أن إسرائيل تاني أكبر المساهمين في التمويل بنحو 45 ألف يورو، وأكثر الدول الأعضاء مساهمة هي إيطاليا ب 121 ألف يورو. يعني جمعية إسرائيل تاني أكبر ممول ليها بتدي جايزة للسيسي ورئيس الجمعية محمد أبو العنين؟ آه. والمركز الثالث مش عارف صربيا اليونان، وبعدين صربيا كرواتيا، وبعدين مصر مش عارف ايه. لكن بقى الغريب والابشع انه مين نائب رئيس الجمعيه الحالي؟ ها، مين الراجل اللي صدق على الجائزه، او من الناس اللي صدقوا على منح السيسي سيء الذكر جائزه بطل السلام؟ هو عضو الكنيسة الاسرائيلي نسيم فاتوري، وهو عضو حزب الليكود. هذا الرجل سيء الذكر هو الآخر في 2024 دعا لإحراق غزة بالكامل، وقال احرقوا غزة الآن ولا أقل من ذلك. في مقابلة مع إذاعة إسرائيل قال أقف وراء كلامي، أن نحرق ونهدم المباني خير من أن يتأذى الجنود الإسرائيليون. عبد الفتاح يا سيسي، أنت يداك ملطخة بدماء الفلسطينيين. أنت خلاص يا جماعة، أنت قبلت جايزة نائب من جمعية نائب رئيسها بيقول أحرقوا غزة بمن فيها. هل دي الجايزة اللي أحمد موسى بيفتخر بيها؟ هل دي الجايزة اللي أي مواطن مصري يفتخر بيها؟ مؤسسة مش برلمان، جمعية إسرائيل تاني أكبر ممول ليها، نائب رئيسها عضو في حزب الليكود، تصريحاته يمينية متطرفة، طالب بإحراق غزة، وقع على ورقة أو كان من ضمن الموقعين على ورقة بمنح السيسي جائزة بطل السلام. ايه العار ده؟ ايه العار ده؟ ما هذا العار الذي يلاحق مصر على يد سيء الذكر عبد الفتاح السيسي؟ لكن هي دي الخلاصة. طيب، هل دي كانت أول مرة السيسي يحصل على جوائز مثيرة للجدل؟ الحقيقة لا. تعالوا نشوف كده أشهر الجوائز اللي حصل عليها عبد الفتاح السيسي، وكانت جوائز غريبة شوية ما حدش كان فاهم لها أصل. يعني 2015 جائزة زايد الفخرية منحله الرئيس الإماراتي الحالي محمد بن زايد، وهو أحد أهم حلفائه وداعميه الإقليميين. 2020 درع العمل التنموي العربي قدمها له الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وهو أصلا الرجل اللي السيسي رشحه لرئاسة الجامعة. و2024 جائزة بطل السلام من برلمان إسرائيل، هي تاني أكبر ممول ليه ونائب رئيس الجمعية بتاعت البرلمان دي، راجل يميني متطرف من إسرائيل، عضو حزب الليكود، بيطالب بحرق الفلسطينيين. عار على عبد الفتاح السيسي، ومن هلله لعبد الفتاح السيسي باستلامه هذه الجائزة، ولكن هي بداية سوداء وفضيحة أولى من فضائح كثيرة ستأتي تباعا في ولايته الثالثة.